28 يناير نزلت أنا ووالدي، نزلنا اتجهنا على الجامعة اللي في فرنسيس، جامعة الفتح تقريبا. حاجة أدت الحاجة إن هنا في بطارية كتير، فروحنا وقفنا فوق كوبري أكتوبر شوية. كان بيترمي علينا تحت من الشرطة صخر وطوب، في صخرة جت في راس المرة. بعدها بشوية داخ، فخوفنا لا يكون عنده ارتجاج، فخدناه على المستشفى. اتجهت طبعا وقتها ما كانش فيه تليفونات خالص، ما عرفتش ولا اطمن اخويا ولا اطمن والدتي ولا اي حاجه. خدناها على المستشفى في العجوزه الناحيه الثانيه، عدينا كده كوبري اكتوبر، نزلنا مستشفى العجوزه، دخلنا المستشفى. طلع فعلا كان عنده ارتجاج، والارتجاج مع مشاكل القلب والسكر كانت حاله، كانت حاجه ممكن تؤدي الى خطر، فعشان كده حجزناه في العنايه المركزه. الغريب ان احنا رحنا جوه العنايه المركزه لقينا في غازات مثيره للدموع داخله، فاللي هو الموضوع غريب شويه انك قاعد جوه المفروض مستشفى، يعني غازات مثيره للدموع داخله عليك، بتضرب على المتظاهرين بره، فعندك الدكاتره بيعيطوا بيكحوا. كان اول مره مثلا الدكاتره دول يشموا غاز في حياتهم، نفس الكلام للمرضى. فدي كانت اغرب حاجه. وقتها انا كنت مصور والدي في المستشفى، قلنا نروح نحاول نوصل الموضوع للجزيره عشان ننشر ان الكلام ده حصل. فطبعا ودعت والدي، مفيش فيه تليفونات وقتها، فقلت له يعني هروح وكده. ونزلت معايا اثنين من اصدقاء العيله. نزلنا اتجهنا على مبنى او على مكتب الجزيره اللي في عبد المنعم رياض، ظهر مسبير وكده. طبعا انا وقتها مرعوب مرعوب على 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 والدتي واخويا، عشان مفيش موبايلات، مفيش اي طريقه اتصل بيهم. فمعجزه معجزه ان احنا في اللحظه دي لما طلعت مكتب الجزيره وعملت لقاء سريع مع الجزيره انترناشونال، طلعت فوق في الجزيره ولقيتهم بيقولوا لي ده انت مامتك واخوك فوق. فطبعا دي بالنسبه لي كانت هديه من ربنا. وطلعنا فوق، وتبين رغم ان كان بقى مثلا ساعتين ثلاثه ما شفناش بعض، بس كان موضوع غريب يعني. بس فاحنا معظم الوقت كنا متواجدين في منطقه عبد المنعم رياض. وبعدين جالنا الخبر واحنا فوق في مكتب الجزيره ان الجيش نازل وفي حظر تجوال والشرطه تمسحك. قمنا نزلنا حاولنا نتجه على ميدان التحرير من عبد المنعم رياض، وكنا واقفين عند منزل كوبري 6 اكتوبر في عبد المنعم رياض لما اول عربيه جيش نزلت، اول مدرعه نزلت من كوبري 6 اكتوبر على ماسبيرو، عشان طبعا يتحكموا في الاعلام. بس دي كانت اول مدرعه نزلت، واحنا كنا واقفين وكانت هتدوس ناس، يعني ده الغريب، يعني كانت هتدوس ناس، بس احنا كنا فاكرينهم مستعجلين وخلاص. بس يعني طبعا ان هم للاسف الاهمال في السواقه دي حاجه عندهم، يعني ده لو مش متعمدين. بس حاولنا طبعا نحاول نروح التحرير، فشلنا فشل ذريع عشان كان في دخان كتير بيتضرب ورصاص كتير بيتضرب وكده. فبعدها تراجعنا وعدينا كل ناحيه ثانيه، نروح نقول لوالدي وهو في المستشفى نطمنه علينا، ونقول له خلاص الشرطه انسحبت وما نعرفش ايه اللي حصل والجيش نازل وكده. فاليوم كان يوم غريب، كان يوم غريب. أسوأ يوم في حياتي هو يوم 2 فبراير موقعة الجبل، عشان يوميا كان أول مرة أحس إن المواجهة ما بقتش ما بين الشعب والشرطة، المواجهة ما بين الشعب والشعب، رغم إن إحنا اكتشفنا في آخر نص كانوا واقفين دول كانوا يعني ناس مأجورين أو ناس تبع الشرطة. الموضوع كان مخيف، عشان كل الواحد كان محاصر، كنا محاصرين من جميع الاتجاهات، في بلطجية جميع الاتجاهات، وناس كتير بتموت وبتتقتل والجيش واقف ما بيعملش حاجة. ومش بس ما بيعملش حاجة، الجيش كان واقف وقافل كل مداخل عمارات التحرير بالجنزير بالقفل، ولما وبعدها بشويه لقينا بيترمى علينا من فوق مولوتوف. فدي من ضمن الحاجات اللي فعلا الحاجات اللي تحزن، من أسوأ الايام في حياتي يوم موقعات الجبل. يوم 3 فبراير 4 فبراير تقريبا من أسوأ الايام في الميدان، علشان كنت انت محاصر، الناس حواليك ايا كان بقى بلطجيه وحاجات من هذا النوع، وفي نفس الوقت الجيش كان بيقبض على الناس اللي داخلين والخارجين بادويه. وفوق الكلام ده كله الراي العام بدا يضعف، موقفه بدا يضعف معاك، يقولوا ما انتوا خلاص بعد الخطاب الثاني، ما انتوا خلاص اخدتوا اللي انتوا عايزينه، خلاص اخدتوا اللي انتوا عايزينه روحوا. بس الموضوع بدا الحماس بدا يزيد مع خطاب وائل غنيم، ناس كتير قررت تنزل الميدان وقتها، ودي من ضمن الحاجات السعيده اللي حصلت. انا من وانا صغير، من اللي انا شفته ان الحكومه بتحمي الحاكم والحاكم بيكره اي شخص بيعارضه. فانا من وانا انا انا
من وانا صغير، وانا عارف ان الحكومه دي مش حكومتي، دي الاله اللي بتستخدم من قبل النظام عشان تستبدني وتستبد كل حواليا. فانا ما استغربتش الا الحاجه واحده بس، ان المشهد كان فعلا كان شبه الحرب. الواحد حس ان في حرب، ان في حرب حاصله فعلا. موضوع غريب جدا، موضوع فعلا غريب جدا. بس فكره ان واحد مصري ممكن يعمل كده، واحد انسان ممكن يعمل كده في انسان غيره، واحد انسان معاه سلاح ممكن يعمل كده في انسان تاني، دي من الحاجات اللي حتى الان برضه مش عارف استوعبها. صحيت يوم 16 ديسمبر الصبح على خبر ان تم فض اعتصام مجلس الوزراء من قبل قوات الجيش. نزلت عشان اشوف الوضع على بنفسي، وكنت بوثق الاصابات وحاجات من كده. فكنا واقفين وشايفين طبعا عساكر الجيش وهم لابسين الزي الرسمي بتاعهم، هم بيرموا طوب علينا من تحت وبيرموا دواليب وكراسي وحاجات كده. حاجه بحاجه لقينا مره واحده نزلوا هم من فوق العمارات وجم بداوا يجروا ورانا في الشارع، فكنا كلنا بنجري بعيد. بصيت ورايا لقيت واحده كنت بشبه عليها بس ما كنتش اعرفها يعني كويس وقتها، بتجري بس بتجري ببطء كان شكلها بتعرق. فهديت انا الجري شويه، كنت انا بعيد عن العساكر، فهديت الجري شويه عشان يطلع عساكر يقربوا لها. قمت مره واحده لقيتها اتكعبلت وقعت، فرحت جريت اتجاهها عشان اقومها عشان اجريها معايا. وانا بقومها لقيت عساكر الجيش اتلموا عليا وعليها ونزلوا طبعا علينا ضرب. حاولت احميها بجسمي عشان ما ينزلوش عشان هي ما تاخدش، بس طبعا هي ضربت وانا ضربت وكلنا ضربنا، انا اعتقلت وهي اعتقلت بعدها. الضرب استمر لمده 10 دقائق وربع ساعه بالتواصل. اخذونا على جوه مبنى مجلس الشعب، وخدونا على جوه مبنى مجلس الشعب، وطبعا في الدخول اهانات وضرب وشتيمه ولا تبوس فين. الاعتداءات بتتم على الشباب وعلى البنات. احيانا كان في قيادات كبيره بتخش وبتتكلم معانا باحترام وتطمنوا ان انتوا هتخرجوا، بس اللي تحتهم بقى من ضمنهم رائد حسام الدين مصطفى، ده اللي كان بيقوم بالارهاب، ده اللي خلع حتت من شعري من دماغي، ده اللي كان بيهدد واحده بنت ثانيه بالاختصاب، كان بيقول لها هنعمل حفله عليكي وهنقتلك وهنعمل فيكي وهنعمل فيكي. فالواحد يوميا شاف محاسن. هما بالظبط ساعه ونص وكنا خرجنا من جوه لما عرفوا ان فلان الفلاني جوه وفلانه جوه كده، خرجونا على طول بعدها. بس ناس كتير طبعا اعتقلوا وما زالوا معتقلين من هذه الاحداث. عندي اعراض من الاصابه اللي فاتت ليا من يوم 28/6 لما جالي اخدت صخره في دماغي، الشرطه اشتباكت مع الشرطه، فعندي جزء كبير من دماغي منمل وبيجي لي رعشات غريبه. بس بعد احداث مجلس الوزراء بالذات قعدت اسبوع رجلي الرعشه كلها كانت في رجلي، فاحنا كنا خايفين يكون في حاجه في العصب، بس بعدين راحت تماما لمده 3 4 اسابيع ورجعت لي تاني النهارده بالصدفه، يعني رجعت لي تاني النهارده باستمرار. فهي في الغالب حاله عصبيه من اثار الصدمه، من اثار الصدمه. انا اللي متوقع ان في ناس كتير جدا هتنزل يوم 25، دي حاجه بديهيه. العدد اللي هتشوفه يوم 25 ده هيبقى عدد مهول. اللي انا خايف منه هو يوم 26 27 28. انا خايف ان العدد يقل، نفسي ان العدد يفضل زايد والناس تستقر على مطلبها. المشكله ان في ناس بقى تتلكك من مجلس الشعب يقول لك خلاص انت في مجلس الشعب، وقفتك في التحرير مش هتجيب فايده وكلام من هذا النوع.